هناك صفوف الزمالك مكتملة، قد يعود باسم مرسي كرأس حربة خلال الفترة اللي فاتت أو خلال المباراة اللي فاتت لم يلعب هذه المباراة بشكل أساسي نظرا طبعا لزواجه، وأعتقد أن باسم مرسي بكرة هيكون موجود إن شاء الله كرأس حربة في نادي الزمالك. بقية التشكيل مستقر دايما في نادي الزمالك: باك شمال محمد ناصف، باك يمين حسني فتحي، أحمد دويدار، و الونش الحقيقة أذهل الكثيرين خلال الفترة اللي فاتت بمستواه الرائع. ولكن لو تتذكروا السنة اللي فاتت كنا دايما بنتكلم على محمود حمدي، ده هذا اللاعب اللي كان، وعلى فكرة كانت النادي الأهلي كان بيطلب ضم هذا أو طلب ضم هذا اللاعب، ولكن نادي الزمالك دفع فيه أكتر عشان كده راح نادي الزمالك. وثنائي خط المنتصف إبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف الثالث معاهم وشيكابالا وستالي، ومن امامهم هيكون باسم مرسي بدلا من مايوكا، او يرجع باسم مرسي الحقيقه ويرجع برضو مايوكا على دكه البدلاء. ده اللي هيعمله نادي الزمالك. نادي وادي دجله طبعا مهتم جدا بهذه المباراه، خصوصا ان ميدو زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير ان هو واحد من الناس اللي مشيت من نادي الزمالك، وباي فرقه الحقيقه بتلعب ضد نادي الزمالك لازم، يعني زي ما انا بقولها دايما، اللعيبه بتزود الجل شويه، فبتلاقي لان كل المباريات زمان المباريات ما كانتش بتتذاع غير مباريات الاهلي والزمالك، يعني الاهلي بيلعب اكس من الفرق تلاقي مباراه الاهلي بتتذاع او مباراه الفرقه الثانيه دي بتتذاع، ايضا الزمالك لما بيلعب اي فرقه، عشان كده كنا دايما بنقول ايه بيزودوا الجل شويه. لكن السنه دي او بقالنا فتره الحقيقه معظم او كل المباريات بتتذاع على شاشات التلفزيون المختلفه اللي لها حق إذاعة هذه المباريات، وبالتالي كل الناس بتهتم بالتركيز، درجته بتزيد سواء اللعب قدام الأهلي أو الزمالك، التركيز درجته بتزيد، اللياقة البدنية اللعيبة بتحاول تنام بدري بتظبط نفسها، كل حاجة كل حد من اللعيبة بيحاول يعمل كل حاجة عشان يظهر بشكل جيد في هذه المباراة. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير تم استبعاد كابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخبنا القومي وحارس مرمى مصر الأول، وفضل الكابتن عصام بقاله 3 4 ماتشات في الدوري الحقيقه بتدخل مرمى اهداف، بيكون هو المسؤول الاول عنها، وبالتالي هي حاجه شيك كده، يعني حضرتك اتفضل اليومين دول عشان تريح، وانا كمدير فني بقى من حقي برضو ان انا اشوف حارس مرمى اخر لحين عوده عصام الحضري لمستواه. وزي ما قلت لكم عصام مستواه يقل، مستواه ينزل، مستواه يطلع، ولكن يظل اسطوره كبيره جدا جدا في عالم كره القدم او في عالم حراسة كرة القدم المصرية.